استعادت الأمسية الغنائية التي أحيتها فرقة أمية للفنون الشعبية زمن أغاني وموشحات رائد المسرح الغنائي العربي أبو خليل القباني، والتي ما زالت عالقة في ذاكرة الجمهور السوري والعربي. طول نستقي من هاي المدارس موسيقانا، نعتبرها عبر الألحان اللي بتصاغ بهاي الفترة أو هاي المرحلة. فالمدارس القديمة هي بتم نموذج هام لكل شخص فينا، لموسيقي أو مهتم أو حتى أديب أحيانا، حتى ياخدوا من المعاني العفوية اللي كانت تكتب أيام زمان. الهاجس طبعا احنا هاجس دائما بالحفاظ على هاي الحالة الهامة اللي هي النبع الأصلي للموسيقى والاستفادة منها بأجيال متعاقبة بمدارس متعددة. ففي طرح لبعض الموشحات القديمة اللي من السوابق اللي ألفها أبو خليل القباني، مطروحة بالتوازي مع الأهازيج المعروفة بالنسبة للناس اللي عايشة بذاكرتهم يعني. فإحنا لابد من هذا المزج وهذا التقابل ما بين الشيء المعروف مسموع للذاكرة والشيء اللي قد يكون جديدا للمستمع، لكن هو حقيقة هو أصيل وقديم. أبو خليل القباني كان ملحنا مبدعا، لحن بالدرجة الأولى اختص بتلحين الموشحات، فلحن أكثر من 40 موشحا قدمها ضمن مسرحياته، ولكنه أيضا لحن عدد قليل من الأغنيات الشعبية التي اشتهرت جدا، يا مال الشام يلا يا مال، يا طيرة طيرة يا حمامة، ما بين دمر والهامة، يا مسعدك صبحية، ويا حالي على البيدوية. طبعا يعني مثل هذه الأمسيات ومثل هذه الفعاليات سواء الندوة أو أمسية مهمة جدا لتذكير بقامات موسيقية كبيرة لدينا. أهمية هذا الحفل أنه هو يعمل إعادة إضاءة للتراث اللي كتبه ولحنه هو أبو خليل القباني. ناس كتير ما بتعرف أنه مثلا يا مال الشام إله، يا من لعبت به الشمول وإله الموشحات. في كتير موشحات بنسمعها وغنوها كتير عمالقة مثل العملاق الكبير صباح فخري.